الو، انا كنسمعك. هادي ضاق الشريف الودغي، انا الحاج عبد الباقي. شكون الحاج عبد الرافع؟ حلقت بالترغيب البكاء، ما مشى معك بس عرفتك على تسعتي الخبار. مسات عند الله مراتي بوشرة، دابا 4 ايام الله يرحمها، بعد لا دوزت عليا ايام زرقاء الله يسمح لها. يا السبب كانت كتعصبني وكندعي فيها، كنقولها ديما يا ربي يعطيك دقة عمتي باتوت ما تصبح، تعشات ونعسات ما فاتش يا ربي يرحمها. كتعرف الدعوة والسكات ديال الشرفة الودغيري، الله ينجيك منها. اسمع شنقولك، الله يسمح لها ويغفر لها اللي فات مات. سيدي عبد الرافع، حبيت نسقسيك، هاديك خت مراتك اللي مات لها راجلها زوجته ولا باقي؟ شنو بقى شاد الله، شحال باقي لها؟ شهري بخسارة. او ديك المرة غزالة ما كرهتش، ما نزوج بها كتحماني، ولكن شهرين ما نقدرش نبقى نتسنى شهرين. شنو ايوا حقيقة 4 ايام بس مات مراتي، ايوا هادي سنة الحياة، 3 ايام ديال الحزن. دابا المشكل ما كان عرفتي الاليتا بيضة، ومصغري ما كان باش بوحدي في الدار. كان خاف ولاديش كيقولو يقليهم ويشويهم، من دفنا يماهم دازت 3 ايام، كل اللي على مراتو مشا واللي على الاطراج لها مشات، ما عيطونيش حتى في الطانيفول باش يسولو عليا. عاد جاني الخبر طالقين بيا بو قال كان اللي قتلت لهم يماهم بالغبينة، يمشيو يشربوا الماء البحر. يماهم كانت 0-0-0 وربي يرحمها. اسمح لها، اسمح لي عندي دوبل ابل. الو شكون؟ الحاج دريسي. ما مشى معاك بس، هذا قدر الله، الحمد لله، الله ما اكدا ولا اكثر، ربي حبها وربي عباها عنده. وانت كيف عامل؟ كيف عامله وجده؟ اجي قول لي، كامل مع مراتك الجديدة؟ تانتي هنا مسكن مات لك مراتك، صدقات الحمد لله. حبيت نسولك، الله يمتعك بغدا، انت مني مات مراتك شحال بقيتي باش تزوجتي؟ شحال؟ 20 يوم؟ برافو عليك، صبرتي. وحنا شكل اخر الشرفة الودغيريين دغيا كنعمرو الفراش وكنتزوجو من العزاية، هادشي في القاعدة ديالنا. وما كنعملو شي الحاج اللي كتغض، شي حاجة اللي كتغضب الله. الحالة يا رسول الله، شو الله يمتعك بقضايا الحاج الدريسي ويخلي لك مراتك جديدة ومولي الغالي. حبيت كدير فيا واحد الاجر، انت معروف خدام في السبيطار ماجور قديم، كتعرف الفرملية، شوفي شي فرملية نزوج بها من غدا. علاش فرملية؟ هو الحاج احنا في الكبر، راك عارف فيا السكر، فيا الطانسيو، قلب الروماتيز والزلالة ديال العينين، وهات الاغي اللي يمكن لك كاس الماء. حاج انا مزوق فيك، ترابد رجليك، تكون بنت الناس وتكون دياماندا. كتعرفني انا عبد الزين، شنو علاش ما ناخذش بنت خالتي اسيا؟ لا لا ايوا انا ما عنديش مرة، انا بشرى الله يرحمها تنقول له حتى ما تزيد كيلو نسقي لك كادو. كذبتي عليك، انا تنحب المراه تكون هبوزه. وشوف لي انا مزوق في التراب ديال رجليك، كرايا عندك من غدا، تعطلتي عليا، خليتك راحت ربي. شكون تعيط؟ الو مزاطي. ما مشى معك بس، ربي يرحمها، مشات بوسرة بنت عمتك، مشات بوسرة بنت عمتك اللي كانت كطيب لك الطاجين ديال اللحم بالقيم، تتقول لها ما ناكلو غير من يدك. مشات جات، هذا حال الدنيا، ربي حبها ربي عباها عندو. ما كرهتش نشوفك، يا ربي هز علينا هذا الوباء او نتشوفو. اجي بعدا فكرتيني، كيف نسيبك في الكلينيك؟ باقي مات؟ وقتاش مات؟ هادي 10 ايام والله ما في خباري، الله اكبر، مازال ما تفنتيوش. علاش شحال طلبوا لكم الكلينيك؟ 16 مليون عادي يعطيوه لكم؟ هو ميت، يعطيهم 16 مليون اقطاصه في قلب. اولي استغفر الله العظيم، الموت وغزيه، خليه لهم، قول لهم يخلعوه. والحماق هذا طقت، اي هاد المسخ ديال الكلينيك ما حبوشي حتى والله، ويديروا بحساب الضعيف. الله يجيب شي مسؤول يا ربي،
يقدعوهم كيسفوا في الدماء ديال خوتهم المسلمين. الله ينبهم لعيبهم. سنقول لك الله يعطف علينا الاولو بالدنيا فايته كل شيء ماشي بقى هنا يا عم قلبهم بالله. اسمح لي السين الجاطي بنتي فاطمة الزهرة كتعيط لي. الو فكرتيني في يماك حلقك بحال حلقة. شنو حبيت تترقي للجمعة الأولى بالعشاء؟ شحال حسبتي؟ 150 للبشر يا 15 للدارة. شنو حبيتي تعشيهم؟ كسكسو بالتفاية بالبيض واللوز والزيكويات النبو خضرة صوتي شلايد المخاخ والكبدة مشروبات والديسير أنانت العسل والزبدة بلدية وبزاف ألكي خصم أخصكي أي أي وبز دوب. شحال طلب لك تريتور؟ 8 المليون بزاف عليك. كيفاش؟ أنا اللي نخلصها؟ واش حمايتي يا بنتي 8 المليون؟ شوف يا بنتي ميماك الله يرحمها ما نعمل لا جمعة الأولى ولا السبت ولا حد. صافي صافي الله يهنيك بسلامة. الحماء عطرت عطت الجمعة الأولى 8 المليون ربك 8 المليون نزوج بها ونرقي بها شهر العسل بالفراع. الله يلا الحماء عطرت عيادة بحالها بحال يماك فشكتها في الجنازة.